بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد احبابنا الكرام نحب ان نقرا على مسامعكم من فتوى شرعيه من دار الافتاء المصريه مختومه ومصدقه بختم دار الافتاء المصريه وموجوده على صفحه الانترنت الخاصه بدار الافتاء المصريه وهذه الفتوى تتعلق بجواز قراءه القران على امواتنا المسلمين فبعد ان ذكروا احاديث صحيحه وثابته في جواز ذلك قالوا ايضا وجاءت السنه بقراءه سوره ياسين على الموتى في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال القرطبي في التذكرة وهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره. قال الحافظ السيوطي في شرح الصدور: وبالأول قال الجمهور كما تقدم في أول الكتاب، وبالثاني قال: ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة إليه وبالتعميم في الحالتين قال المحب الطبري من متأخري أصحابنا وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى أخذ ابن الرفعة وغيره بظاهر الخبر وتبع هؤلاء الزركشي فقال لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لا يبعد انه يندب قراءتها في الموضعين اي عند الميت في حال موته وكذلك عند قبره ثم قالوا في هذه الفتوى كما جاء الشرع الشريف بقراءه سوره الفاتحه على الجنازه وذلك لان فيها من الخصوصيه في نفع الميت وطلب الرحمه والمغفره له ثم قالوا وبوب لذلك الامام البخاري في صحيحه بقوله باب قراءه فاتحه الكتاب على الجنازه وهذا اعم من ان يكون في صلاه الجنازه او خارجها فمن الاحاديث ما يدل على انها تقرا في صلاه الجنازه ومنها ما يدل على انها تقرا عند الدفن او بعده كحديث ابن عمر السابق عند الطبراني وغيره ومنها ما يدل باطلاقه على كلا الامرين ثم ذكروا حديث ام شريك رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا على الجنازه بفاتحه الكتاب رواه ابن ماجه ثم تابعوا في الفتوى فقالوا واستدل العلماء على قراءه القران عند القبر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمه واما احدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه قال الخطابي فيه دليل على استحباب تلاوه الكتاب العزيز على القبور لانه اذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوه القران العظيم اكبر رجاء وبركه وقال القرطبي في التذكره وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين، قالوا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءه الرجل المؤمن القران قال ولهذا استحب العلماء زياره القبور لان القراءه تحفه الميت من زائره انتهى وقال النووي في شرح صحيح مسلم واستحب العلماء قراءه القران عند القبر لهذا الحديث لانه اذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوه القران اولى انتهى ما نقلناه بحروفه عن فتوى صادره من دار الافتاء المصريه في جواز قراءه القران على امواتنا المسلمين وسبحان الله والحمد لله رب العالمين